أشرف مرحبا بك معنا في موقع فوت فانتكات. سأقبل كل شيء، عيد ميلاد سعيد ومبروك الانضمام للنجم الساحلي. يا عايش كعيش خويا مالك، يبارك فيك ربي يفضلك. أشرف، شنو هي الرسالة اللي تحب توجهها لجماهير النجم، وكيفاش تمت المفاوضات بين النجم وجرجيس؟ كنا نعتقد أن أشرف كريري باش يصحح في النادي البنزرتي، ثم فجأة في آخر لحظات نلقى أشرف كريري ينضم للنجم الساحلي. صحيح، اليوم أنا توقعت عقد مع النجم الساحلي لمدة 4 سنوات، كنت على أعقاب أني نصحح في النادي البنزرتي، لكن ما سألش ربي، نتصور الصفقة تحت في الماء. اتصلوا بيا معناتها مسؤولين نجم النادي الساحلي وحكيوا معايا الجماعة اللي فاتت اللي عندهم نية باش ينتدبوني، والحمد لله معناتها المفاوضات كانت سريعة، ومع وكيل العمل نتاعي سماح الزين عويضة وحمزة الشير اللي سهلوا كل شيء، وتفاهموا معناتها مع رئيس الجمعية نتاعي، خاطر بالكلمة والكلمة الأخرى كان عن جمعيتي. الحمد لله معناتها واحد خرج من الباب الكبير ونفع جمعيته على الأقل، واللي أعطاته الاسم واللي كبرته، وتوا صححت في جمعية كبيرة نجم الساحلي. أي حد يطمح باش يلعب في جمعية كبيرة مش يدافع على ألوان الدرابو نتاعها، وأنا اليوم مود الإتوال، وإن شاء الله إن شاء الله نقدم الإضافة المرجوة إن شاء الله لإطار الفن عند حسن ظنهم والمسؤولين الكل، وإن شاء الله زاد نكون حسن ظن الجمهور اللي بالرسم معناتها عنده معزه خاصه لأشرف كريري. ان شاء الله ان شاء الله نقدم اضافه، وان شاء الله ان شاء الله يتناول حراس المرمى في ليتوال ان شاء الله. بالضبط أشرف، انت توجهت رساله لجماهير ليتوال، لكن نعرفوا زاد اللي جماهير جرجيس عندها محبه خاصه عند أشرف، ورغم الفتره الصعيبه اللي مريت بها في الاخر الا انه أشرف معناتها كان يحظى بحب كبير من جماهير جرجيس. شنو هي الرساله الاخيره اللي تحب توجهها لجماهير العكار؟ اكثر ناس وقفوا معايا وساندوني في الاوقات الكل هم جمهور جرجيس، سواء كبار ولا صغار ولا كبار ولا صغار، الناس كلها وقفت معايا واعطت فيا كلمه باهيه، وانا نحترمهم برشا، وديما يقعدوا معنا الناس اللي كبروني واللي تربيت عندهم، وان شاء الله ديما يشوفوا اشرف كده متالق، وان شاء الله ينورهم ويشرفهم. وجمعيتي هذيك ديما عندها طابع خاص، وحسيت معناتها في الماتش الاخراني الاتحاد الجزائر، حسيت معناتها اللي باش يكون اخر ماتش، الحمد لله واحد خرج من الباب الكبير، ان شاء الله الناس الكل تبدا راضيه عليه، ان شاء الله ديما متالق ان شاء الله.